يلا نشوف لك النهاردة. اهلا بنات، كيفكم؟ معاكم فينا عبد الله، فاشن بلوجر ومدونة ميلكي واي، واليوم رجعت لكم فيديو بحكي لكم فيه عن زي ما هو واضح البلايزرز او الجاكيتات الرسمية. طبعا الجاكيتات الرسمية ما هي بس للمناسبات الرسمية او للميتينجز وهذه الاشياء، الشغل ما اعرف ايش، لا هي كمان ممكن نستخدمها بطريقة كاجوال، ممكن نستخدمها لسهرة، المناسبات، ممكن نستخدمها لكثير اشياء في الحياة. قررت انه احكي لكم عنها. انا بالنسبة لي هذا الديزاين هو اللي احبه، اللي يجي لوس طايح وطويل شوي، لاني احسه هو اللي يجي على كاجوال شوي وممكن انت تبدعين فيه، خصوصا لو كان بعد كمان اطول من كذا ممكن تلبسينه كدريس وكفستان. اخذت قطعتين هذول كلهم من استرادي فاريوس، قلت الصق لكم فيها بعض اللوكات ونشوف ايش يطلع معانا. اول لوك نسقته لكم هو استخدمت البليزر مع البنطلون تبعها اللي هو زي السيت او البدله الكامله. هذا الترند مره راجع، لانه كثير نشوف حركه الفيمينيزم وهذه الاشياء هي كلها تعبر عن قوه المراه، وطبعا ايش افضل لبس يعبر عن قوه المراه غير البدله الرسميه. انا بالنسبه لي ما احب البدله الرسميه اللي تكون رسميه رسميه، ففضلت هذا السيت من ستراديفاريوس. السيت يجيكم شويه كاجوال لان البنطلون شويه لوز، وبنفس الوقت من تحت زي الكراب او مصفوط، لما يكون مصفوط يبين انه less formal more casual، اكثر كاجوال. كمان نسقت معاه السنيكرز زي ما انتم شايفين. لو انت حابه لوك رسمي اكثر ممكن تلبسين نفس البدله لكن تضيفين عليها هيلز او شوز رسمي اكثر. انا احب كمان البدلات الرسميه اللي تكون البنطلون على مقاسك، يجي زي السيجرت بانس، او مثلا يجي هاي ويست ويجي من تحت يعني واسع، احبهم انا هذه التصاميم لكنها ما تعبر عن شخصيتي انا. انا احب الاشياء اللي تكون مره هاديه شويه لوز على قولتهم. اللوك الثاني اللي لبست فيه هذه البلايزر الرسميه مع الليجنج. انا بالنسبه لي كنت افضل اني البسها بالحالها بدون ليجنج، لكن للاسف هذه يعني تعتبر بلايزر، ما هي بلايزر دريس، لانها ما هي طويله كفايه. عرفتوا الدريس اللي يكون على شكل بلايزر يكون اطول شوي، يعني يكون تقريبا على الركبه او فوقها بشوي كذا يكون دريس، اما كل ما كان شورتر كل ما كان رونج. لبسته مع ليجينج واضفت عليه حزام الجلد. حزام الجلد هذا انتم دائما تسالوني عنه، هذا الحزام من زارا من زمان ما اخذته، لكنه من القطع الكلاسيك، يعني لازم يكون عندك في دولابك حزام جلد، وغالبا تلقونه. يعني انا قبل فتره شايفته في زارا، مو ضروري نفس الديزاين بس نفس الفكره، انه قطعه جلد تلفينها، ولو بحثتوا اونلاين حتى كمان تلقون فيه خيارات كثيره. واضفت عليه البوت، الهايني بوت، البوت الطويل. طبعا هذا البوت هو الترند من الشتاء اللي راح، حتى يمكن من الشتاء اللي قبله. فلفت مخمل مو جلد، لان الجلد انا بالنسبه لي ما ادري احس انه يأزمني، بس هذا ولا كانك لابسه شيء ليترلي مره رهيب. هذا البير اخذته انا من الجو ومره عجبني، مره مريح خصوصا من تحت. بس اللي قهرني فيه شيء واحد، انه تشوفون هذا الهيل حقه، الهيل حقه شويه عالي وشويه يطلع صوت، فما حبيت هذا النظام يعني، بس اتس اوكي يفي بالغرض، لانه مره حلو باللبس يجنن كانه ستيوارت وايزمان. انا ستيوارت مره احب التصاميم الابوات حقته، خصوصا ان هذا من فوق ما في، بس ستيوارت في تقدرين تسوين ادجستمنت زي الخيوط بحيث تربطينه على رجلك بالضبط. هذا في زي الستراب الشمع بحيث انه يمسك على رجلك. وطبعا ايش افضل من ان نلبس الجاكيت الرسمي مع قميص رسمي؟ طبعا انا بالنسبه لي احب القميص الرسمي انه يكون واسع،
حلو مره انه يجي تايت ومرتب على الجسم ومخصر، لكني انا احس انه رسميه اكثر، فعشان كذا انا افضل انه يكون لوس القميص، بحيث انه حتى لو حبيت اني اشيل الجاكيت يظل الشكل مرتب بس بنفس الوقت كاجوال نوعا ما. انا نسقتها بطريقتي لاني انا ما احب الاطلالات الرسميه كثير، فعشان كذا نسقتها مع الجينز. بالنسبه لي لو تسالوني ايش افضل لوك، بليزر جينز وتي شيرت. جينز وتي شيرت مع بليزر او ماي جاد، يعني ذا التيميت مره، يعني افضل لوك بالنسبه لي، لانهم كاجوال بس بنفس الوقت يعطي لوك مرتب. اللوك اللي رتبته لكم اضفت عليه هذا السكارف علشان يعطيه شويه فيمينين تاتش زي ما تقولون. اللوك مره حلو، مره انيق، مره مرتب، يعني واضح انه ستايلش بس بنفس الوقت كلاسيك. طبعا حتى البنت الكول او الادجي تقدر تلبس الجاكيت الرسمي او البليزر بطريقه شويه ادجي او كول مع تي شيرت مع ليجينج، اي ليجينج جلد او بنطلون جلد، مع اني انا افضل الليجينج مع البوت، بوت الموسم، بوتي المفضل اليوتيليتي بوت او الارمي بوت نقدر نقول. هذا البوت صاير عشقي مو طبيعي قد ايش احبه، مره 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 غالبا يناسب كل شيء، يخلي كل شيء، يعطي كل شيء لوك كول. يعني لو بلبسه مع فستان بيلبق، لو البسه مع ديجينج يلبق، لو البسه مع جينز يلبق، مع كل شيء في الحياه. سو هذا هو سر السعاده لهذا الشتاء. ومين منا ما يحب الستايل الفيمينين؟ نقدر نخلي البليزر او الجاكيت الرسمي ستايل انثوي زي ستايلات اوليفيا باليرمو. اللي ما يعرفها بحط صورتها هنا، هي دائما انا بالنسبه لي اشوفها هي الكوين من الفيمينين ستايل، لانها دائما تعتمد قد ما تقدر على التنوره. زي ما تشوفون هنا انا اخترت التنوره تكون واسعه، واضفت عليها البليزر، وبنفس الوقت اضفت فوقها الحزام. اللي ساعدني في هذا البليزر انه فيها فتحات على الجنبين، لما فيها فتحات على الجنبين يساعد انه التنوره الفل سكيرت انها تبين من الجنبين. واضفت عليها شورت بوتيز بالكتن هيلز رسمي، لكنه بيبين القطع مره مرتبه مع بعض. احتفظت بالافضل للاخير، لان هذا اللوك يعبر عني مره، لوك فخم، لوك انيق، لوك مناسبه، لوك يعني نقدر نقول مناسبه عشاء، سهره بسيطه، مره حلو. اول شيء بتلاحظون انه ادجي في التنوره، التنوره كد لها جلد ولونها مره in your face نوعا ما، البني اللي يكون شويه فاقع. اضفت عليها هذا البليزر، هذا البليزر مختلف عن البليزرز اللي راحت، هذا البليزر نقدر نقول عنه بليزر سهره، لانه زي ما انتم شايفين الريش اللي عليه مره حلو. يعني هذا البليزر من القطع اللي ما راح تندمين ابد انك اخذتيها. يعني انا اقدر البسه في كل المناسبات. طبعا انا طريقتي فيه اني الفه، ما احب البسه كذا، لا الفه واضيف عليه الحزام على الخصر بحيث يعطيني خصر، يبين لي خصر. ممكن تلبسينه بالحالة، مع انه شوي انا يعتبر بالنسبة لي قصير. ممكن تلبسين معاه زي البناطيل الرسمية الانيقة، ممكن تكون عليها رسومات، يكون الفابريك مميز، او زي ما انتم شايفين انا نسقتها مع هذه التنورة مبينة كأنها فستان كامل اساسا، فمرة حلو. ممكن كمان تلبسينه ككوت، يعني انه بس يعني تلبسينه فوق فستان بحيث يبين كأنه كوت من دون ما انك تلبسينه لبس، يعني يكون زي الكيب كذا ممكن. بالنسبة لي قطعة مرة كلاسيك، مرة انيقة، بنفس الوقت اللوك تحسونه ترندي شوي، لان تشوفين فيه الريش، تشوفون فيه الجلد. اضفت عليه هذا البوت حبيت انه يكون اوبن تو، لاني حابة ان اللوك يكون ستايلش فاشنبل، يعني مرة مرة يكون ترندي، يعني نقدر نقول. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، أنا مرة حبيته لأني استمتعت فيه وأنا أصوره، خصوصا أنه عن قطعة أنا مرة أحبها. أتمنى تكتبوا لي آراءكم في الكومنتس، ولا تنسون لايك سبسكرايب وشير، وإن شاء الله أشوفكم فيديوهات ثانية. باي. لأنه جتني كثير أسئلة عن الفستان، هذا الفستان من زارا كله مخمل وعليه هذه
الشرشير البيضاء، انا مره حبيتها لان تحسون كذا فيكتوريان. هو من درس تقريبا الى الركبه او فوق الركبه شوي، مره حبيتها. لو تلبسون مع تايتس، لو تلبسون مع اوفر ذا ني بوتس، او حتى بوتس قصير، يعني مره بيطلع كلاسيك اودري هيبر ستايل.